انا بفكر اشوف لي شغلانه تانيه غير التمثيل اللي جيتي رشقتي لي فيه جديد ده. طب انت عامل ايه؟ طب ما انا عايشه مع اهل والله العظيم بيطلعوا مني حاجات انا ما اعرفش عنها اي حاجه. يا بنتي شوفي موضوع الدكتور ده، انا حاسه انه هيطلع كويس والله. طب ما هو كويس فعلا ومحترم وابن ناس، بس انا مش هتجوز بالطريقه دي وانت عارفه. ما انا عايزه تتجوزي بانهي طريقه يا روح قلبي؟ انت بتتلككي. والله العظيم انا ما بتلكك ولا حاجه، انا فاضل لي سنه على ما اتخرج وبعد كده اشتغل، اي حاجه قبل كده هتبقى محتاجه معجزه. طيب والمعجزات بتحصل عادي، شوفي هتعملي ايه مع اهلك لحد ما المعجزه دي تجيلك. هكون هعمل ايه؟ زمان ودلوقتي عمر شايط وماما قاعده بتطبل له كالعاده. انا هقول لك هنعمل ايه، احنا هنقفل موبايلاتنا اول حاجه، وهنسمع كلام عمرو بس مش عمرو اخوكي، عمرو دياب. اوكي، وهنروح نتبسط، وخلينا نتبسط. انت شايفه دي مناظر ناس تروح تتبسط في اي حته؟ ايوه. انت مش شايفه الجناحين ولا ايه؟ ولا زود جناحين؟ لا شكلي مش هتبسط ولا ايه؟ لا بلاش 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 والله مش حاسه. يا بنتي حلوه، فين انبساط اكتر من اللي احنا عاملينه في نفسنا ده؟ مغلق طبعا، تدينا بالقلم وتطلع تجري، لا عامله احترام ليكي ولا ليا ولا لاي حد. بعدين بقى زودتها زودتها ولا انا السبب صح؟ وانتي بريئه، لا بتسخنيها ولا بتدافع عنها ولا بتعملي حاجه. يعني انت عاوز نعمل ايه يعني؟ اقوم اضربها ولا اسيبك تتهجم عليها؟ والله لو دي الحاجه اللي هتعقلها انا ما عنديش مانع. انا عندي الف مانع. وبعدين تقدر تقول لي واحد طويل عريض بيزنس مان زيك ايه بتشتغل خطبه؟ انا خطبه؟ ويا ريتها لاختك بس. هو انت عايزاني استنى لحد ما الاقي طارق بيه ابو الهنا جاي بيخبط على باب البيت وبيتقدم رسمي؟ يا حبيبي تعالى اقعد، يسريه مش هتسيبه. ولو سابته خلاص كل المشاكل اللي بينا اتحلت؟ ما نوافق بقى. يا حبيبي يا حبيبي كل دي اوهام في دماغك، ما تكبرهاش وتعمل منها حكايه. وبعدين انا شايفه انه ولا رافضه، وانا مصدقاها. صدقيها براحتك، انا بقى مش هعدلها ان هي تصغرني لتاني مره. يعني هتعمل ايه يعني؟ يا عمرو تعالى بكلمك. حاضر يا فندم. حاضر، عينيا هبعته لحضرتك. حاضر. احسان انا اسفه، ما كانش قصدي. أنا طبعا عارف موضوع الاعتذار ده صعب عليك إزاي وتقيل على قلبك يا فريدة. عشان تعرف غلاوتك عندي، والله كانت زالة لسان. ما هي دي المشكلة، إن لسانك نطق باللي في قلبك. أنا بس كان نفسي تحطي نفسك مكاني عشان تعرفي قد إيه الموضوع ده بيوجع ومهين. عشان كده أنا اعتذرت، عشان تعرف غلاوتك عندي. بصي احسان انت راجل كويس قوي، وانا فعلا ما استهلكش. مش هو ده الكلام اللي الناس بتقوله لما بيكونوا بيفركشوا مع بعض؟ انت راجل كويس وتستاهل حد احسن مني، وانا ما استهلكش، صح؟ على فكره ده مش قصدي، ومش عارفه لو كنت طلبت منك فرصه تانية انت ردك هيكون ايه. هيكون لا يا فريده. عندك حق. على العموم انا لغيت حجز القاعه و مش فاضل بس غير ان اتمنى لك كل خير. بعد اذنك. يا بابي قلت لك ده ظرف قهري ومش هيتكرر تاني. يا بنتي ظرف ايه؟ ما كلنا عندنا ظروف. بس في حاجه برضو اسمها تربيه، اخلاق، ذوق، سنس، في برضو حاجه اسمها تليفونات الناس بتتكلم فيها عشان تعتذر. يا بابي وقع في النيل، قلت لك وقع في النيل وموبايله وقع معاه، كان هيعمل ايه يعني؟ طبعا انت صدقتي الكلام الخايب ليه وبيقولوا لك ده؟ ما انت طالعه ساذجه لمامتك، يعني اي حد بيقول الكلام بيضحك عليكي وبتصدقيه. مش انت اللي كنت بتقول عليها انها لئيمه ومكاره وبتعرف تجر اي حد وراها؟ لا انا عمري ما قلت الكلام ده. والله؟ وبعدين ما عنديش استعداد ان انا اسمع اي اعذار، وكفايه عليا ان عمامك كل وشي المره اللي فاتت. كل وشك ايه يا بابي؟ ما انت قمر اهو، وشك زي الفل.
يا بنتي ده تشبيه، مجرد تشبيه يا حبيبتي. بعدين بقول لك يا ماجي، ما تعمليش عليا خواجايه وما تنسيش ان احنا برضو من البدرشين. اجدع ناس والله، فكك بقى من الهزار ده المره دي على ضمانتي. يا حبيبتي انا بقول لك سالت مجموعه اطباء عيون. ما فيش حد سمع عنه نهائي. ما هو يمكن عشان فاتح العيادات باسم واحد قريبه. عشان ايه؟ عشان ضرايب. عشان الضرايب. واسمه ايه قريبه ده؟ هو كان قال لي، هساله لك، انا نسيت. طب عموما يعني لو طلع نصاب انا لسه مدي كلمه لسميح. صحيح انه هو فقد الامل وصرف نظره، شكله كان بيدور انه يخطب يعني، بس انا عمال بقول له استنى شويه، ما تستعجلش، ما حدش عارف. يا بابي بكره لما تعرف بليغ هتشوف قد ايه هو بني ادم متزن ورزين وكمل كده، ما تقلقش على ضمانتي بجد. نشوف. معقوله هم دول اهلي وناسي ولاد اخواتي بصحيح؟ ولا انا غبت قرن اتبدلت فيه كل حاجه؟ طب الحل ايه بقى؟ ابعد عشان يرتاحوا كلهم؟ طب ارتاحوا ازاي هم مقطعين بعض كده؟ امال اعمل ايه بقى؟ افكر في نفسي بس ولا اقاوم واسيبهمش يغرقوا؟ اهلك يا بليغ، اهلك هم السؤال والجواب، وخلاصهم هو خلاصك. واعرف هي عايزه تقول ايه. انت اعتذر ايه وبدا يقول لي حقك عليا وما تخربيش البيت؟ ده بقولك انا مشكله صغيره وعادي. بصي هو بيني وبينك الحاجات دي بتحصل كتير قوي وعادي دلوقتي. يعني هو انت عايزاني اعذرها يا داليا؟ هتزعلي مني لو قلت لك انا اعذرهم؟ انت يا بابا اللي بتقول كده، انت اللي فضلت طول عمرك مخلص لماما لدرجه انها حتى لما توفت انت ما رضيتش تتجوز من بعدها. يا حبيبتي الزمن كان غير الزمن، والناس كانت غير الناس، الدنيا ما كانتش مفتوحة قوي على بعضها كده، الناس كانت بسيطة وسهلة، ما كانتش الزحمة والوحشية في البيوت قبل الشوارع. لا يا بابا أنا مش فاهماك برضو، مش فاهماك. يعني إيه؟ أنت عايز يا بابا ما لومهمش ولوم الزمن؟ لا يا حبيبتي، أنا عايزك تلوميهم وتلوم الزمن. تعرفوا يا بنات، أنا ساعات بقعد أفكر لو الأيام دي كانت أيامنا كانت كام جوازها تبوظ؟ لا يا بابا مش هينفع نحط كل اللوم على الزمن. الزمن اتغير وكل حاجه، بس لا كل واحد مسؤول عن نفسه وعن تصرفاته. طب كويس انك معايا. انا معاكي والله، انا معاكي، انا بس مش مع ان الموضوع يخلص كده. يعني ايه؟ ممكن تهدي بس الاول؟ يعني منى ندمانه تمام، مدحت ندمان تمام، خدي حقك. ازاي؟ هقولك. تعالي ندخل جوه. ده خلاص يا حبيبتي، خلاص يا نهال.